السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم راح أتحدث لكم عن نبات جدا رائع ينفع أن نزرعه بالصناديق أو ما تسمى بالقصص، وينفع أن نزرعه بالأرض، وينفع أن نخليه بالخارج، وينفع أن نخليه بالداخل. هذا النبات جد النمر، نبات جميل جدا ورائع، وهو عبارة عن معمل الأكسجين، بحيث ينتج كمية كبيرة من الأكسجين حتى أنه ينفعنا إذا خليناه في غرفة النوم. طبعا تكاثر جدا سهل، بالإمكان قطع أي ورقة من هذا النبات، ورقة هاي الحجم أو أصغر أو أكبر، ونقدر نزرعها على طولها ونقدر نقصها بالوسط بالطريقة هاي. تنقص ونزرعها بالتربة مثل ما راح أراويكم إياهن شلون زارها هنا هناك، وبالإمكان تجديرهن بالماء يأخذن فترة لا تقل عن الشهر ولا تزيد عن 3 أشهر، راح نشوفها تجدر وتطلع فسائل، بالإمكان إعادة زراعتها بالأرض. طبعا هذا النبات اليوم راح أعطيكم الطريقة شلون نجعل من عنده غابة أو أدغال في الحديقة. طبعا ينفع قلنا بالسنادين، مثل ما تشوفون شلون ناجح عندي بالسنادين، فايت سندانة ما شاء الله حتى تطلع وتنكسر. نشوف هنا في السنادين شلون ناجح عندنا، هاي سندانة، هاي ثانية، ثالثة، رابعة، خامسة، وهكذا عدي الكثير من السنادين، وقد هذا العدد عشرات المرات في داخل البيت. وبالإمكان إكثار هذه السنادين، أما تفصيص هاي السنادين وقلع بعض الفسائل وزرعها في سندانة أخرى، هاي طريقة للتكاثر، أو قلنا بالأوراق نقطع ورقة ونزرعها، وبالإمكان عمل الفعل المعاكس، يعني احنا من نكاثر بالأوراق بالحديقة مثل ما دا تشوفوا، شوفوا عندي هذا جلد النمر كله مكاثر بالأوراق ما شاء الله، شوفوا شلون نشط، وشوفوا العقل والفسائل شلون كثرانة. هذا كله جلد النمر محوط الحديقة بيه وصاير بهالجمال هذا، شوف ما شاء الله، هذا أنا محوط الحديقة كلها بيه وصاير بهالنشاط والجمال هذا بأنواع الأخضر. هذا طبعا المشطب القزمي، وعدي المشطب الطويل، شوفوا هنا ما شاء الله، هاي يمكن وحدة قديمة، هاي عمرها يمكن 4 سنين أو 5 أو أكثر. طبعا هذا هنا توصل الشمس المباشرة، شمس الصباح، وتوصل الشمس المغربلة من خلال الأشجار، يعني ينجح بالأرض بشرط أن مو توصل الشمس المباشرة لفترة طويلة، فقط شمس الصباح أو شمس المغربلة. أما السقي فمن ينزرع بالأرض، مثل ما تشوفون الأرض التربة شقد رطبة، معناتها ما تأثر عليها كثرة السقي. أما بالسندانة لازم نكون حريصين ما نسقي بكثرة، فقط الرشة بالماء ونسقي بالسبوع أو بالسبوعين مرة واحدة، وحسب جفاف التربة وحسب الجو اللي عندنا، يعني بالصيف نسقي مثلا كل 4-5 أيام أو أسبوع مرة، بالشتاء ربما توصل فترة إلى 3 أسابيع، أسبوعين أو 3 أسابيع، يعني إحنا نقدر كمية الماء اللي نقدر نعطيها للنبات حتى نحافظ عليه من الموت أو العطش أو التعفن. شوفوا هنا
شوف ما شاء الله ايش قد كل اني هذا مكاتره عن طريق الاوراق وصاير بهالجمال والكثافه. هنا ايضا هذا جلد النمر، وهاي طريقة التكاثر بالأوراق. شوفوا عيني، هذا كله ورق قاصة، هاي ورق قاصة ومطلع هاي الفسيلة، هاي ورق قاصة ومطلع هاي الفسيلة، وهكذا. هذا الحمد لله نسبة نجاحه 100%. هذا طبعا نوع القزمي، ايضا كاثرته بالأوراق وناجح. ايضا هذا المكان الثاني ايضا مكاثرة بالأوراق وما شاء الله كله ناجح. طبعا انا مكاثرة بالتربة الطينية، شوفوا هذه، هاي تربة طينية ممزوجة بالزميج النهري، وينجح بتربة مخلوطة من الزميج والبتموس. وهاي الطريقة اللي نقدر نجعل من ورقة واحدة شتلة كبيرة وحلوة كلش. أول ما نقطع أوراق نزرعها، بعدين ننقلها إلى المكان اللي نريده، ونصير كثيفة باستطاعتنا أن نسوي من هاي النبات أو من هذه الشتلة سندانة. نجيب سندانة، وكشرط أساسي للسندانة أن تكون بيها فتحات تصريف. نحط بيها تربة، هاي السندانة أنا حاط تربة مخلوطة من البوتيموس والزميج. ونقلع النبتة اللي نريدها من الأسفل مع التربة مع الجذور. شوف شلون قلعت، هاي صارت عندنا شتلة متكاملة ما راح تتأثر. هذه طبعا صارت جانبية، نقدر نسويها سندانة وحدها متكاملة مع الجذور. نفرغ من هاي التربة، لأن هاي تربتها صارت طينتها كبيرة، ونشيلها بالطريقة ونزرعها هنا. طبعا تربتها كبيرة، خنزغرها شوية. هسه نجيبها نزرعها بالسندانة، ونملأ الفراغ من هاي التربة اللي سويناها، اللي قلنا بوتيموس وزميج مخلوط. وتنجح ايضا بتربة الزميج واحدة او بالتربة الطينية. هسه راح ناخذها الى ذاك المكان ونسقيها، ونراوي لكم شلون صارت حلوة. نجيب هاي الفسيلة اللي بقت وحدها، نزرعها بهاي السندانة، وتجي مرحلة السقي. طبعا كإجراء لازم نسويه، لأني بما انه زارعين جدد حتى ما يتحركن عن مكانهن، نجيب خيط ونربطهن اي شيء حتى ما يوقعن مثل ما هسه راح نسوي. اما هاي لوحدها، اما نغرزها اكثر او نخليلها فد مسند عوده او ما شابه ذلك. وفي الختام ارجو ان تكونوا قد استفاديتوا من هذا الموضوع البسيط، وتقبلوا تحيات اخوكم خالد الخياط. في امان الله.